إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. أما بعد، وحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. الإخوة الأحباب، كما تحدثنا في درس الأمس وقلنا بأن الإسلام نظام عام وشامل يشمل جميع نواحي الحياة أو جميع جوانب الحياة، سواء كان هذا المجال سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، ما من مجال في الحياة إلا وللإسلام فيه كلمة وللإسلام فيه حكم. وتحدثنا بالأمس عن جانب من هذه الجوانب، ألا وهو جانب النظام السياسي في الإسلام، وكيف أن الإسلام أعلى من شأن الحاكم طالما أنه عدل في رعيته. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث عن هذا الجانب المهم في خضم هذه الأحداث التي تعصف بدولنا العربية والإسلامية، والتي لا تخفى على أحد منكم، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع دائما راية الإسلام وراية المسلمين، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه سبحانه وتعالى هو ولي ذلك وهو القادر عليه. نتحدث الآن عن أمر أثاره الفقهاء قديما، ألا وهو موضوع، وهو طبعا في هذا الأمر يحتاج إليه كل مسلم الآن في الحقيقة يعرف رأي الشرع فيه، لأن أي واحد بيتابع الأحداث يحتاج إلى أن يعرف ماذا قال الشرع الإسلامي في هذا الأمر، ألا وهو موضوع الخروج على الحاكم أو الثورة على الحاكم، سواء كان هذا الحاكم يعني ظالما أو فاسقا أو لم يتق الله سبحانه وتعالى في شعبه ورعيته. فماذا يقول الإسلام في هذا الأمر؟ فالحقيقة أن العلماء حينما تحدثوا في هذا الأمر، يعني ككثير من المسائل الفقهية، اختلفوا في هذا الأمر. فمن الفقهاء من أوجب مش أجاز، أوجب الثورة على الحاكم في أمور ما، ومن العلماء من قال بعدم الثورة وبعدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان فاسقا. وهؤلاء بيسمون بأهل الصبر، يعني أنهم يصبرون على الحاكم وعلى ما يقوم به، حتى لا تنجر البلاد إلى الفوضى، وحتى لا تنجر البلاد إلى أن يقاتل العباد بعضهم بعضا كما هو حادث الآن. فيرى كثير من أهل السنة عدم مشروعية الخروج على الحاكم بالقوة، ويقولون بوجوب الصبر، يجب أن نصبر، ويقولون أيضا بوجوب النصح له، ويستدلون على رأيهم هذا بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الذي يستدلون به من القرآن الكريم فهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر بطاعة أولي الأمر. وإذا حدث نزاع فيرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والرسول، وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا يعني هذه الآية التي استدل بها العلماء الذين قالوا بعدم الخروج وبعدم الثورة على الحاكم، وأنه ينبغي أن نصبر حتى يبدل الله سبحانه وتعالى الأمر من حال إلى حال. وهناك أدلة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هناك أدلة كثيرة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها هؤلاء العلماء، يعني لم يستدلوا بحديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث، وإنما استدلوا بأحاديث كثيرة وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنبه على هذا الأمر. لماذا؟ لأن كما قلنا الإسلام مش موضوع أنك أنت تصلي وتصوم وانتهى الأمر، وإنما الإسلام كما قلنا هو نظام شامل وعام بيشمل جميع نواحي الحياة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم له أحاديث كثيرة في هذا المجال، وكلها أحاديث صحيحة. منها ما رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى من أمره شيء، من رأى من أميره شيء، من أميره سواء رئيس بقى أو ملكه إلى آخر المصطلحات التي قلنا بالأمس أنها لم تفرق كثيرا في الفقه الإسلامي أو في النظام السياسي الإسلامي. من رأى من أميره شيئا يكرهه، فرضا أنك أنت مش عاجبك نظام الحكم، من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه. يبقى ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالصحيح، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. اللي يفارق الجماعة، اللي يفارق يعني عامة الناس ويفارق الشعب ويخرج على الحاكم وينادي بالثورة هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا هو الحديث إن صح ولا لا، تجد الكثير من الشعوب تتناحر فيما بينها، والأحزاب تتقاتل فيما بينها، والحركات السياسية تتقاتل فيما بينها، وللأسف الشديد مع كثرة القنوات الفضائية وهذه الأمور اختلط الحابل بالنابل وأطلق على الجميع شهداء، كل من قتل حتى ولو حرق نفسه وانتحر يقول لك شهيد. من أين أتته الشهادة؟ لا أدري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا في الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كالفتن التي نشاهدها لها، وكثرة هي هذه الفتن، يعني ما فيش يوم ولا ليلة تمر إلا ونرى هذه الفتن من خلال القنوات الإخبارية المهتمة بهذه الأمور. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد الذي يقعد ولا يشارك في هذه الفتن أفضل من الايه؟ من القائم الذي حتى ولو لم يعمل شيئا يعني واقف يشاهد. القاعد فيها خير من الايه؟ من القائم. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، الساعي اللي هو يمشي هرولة يعني يمشي سريعا، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في 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 حالة الفتن، في حالة الفوضى، في حالة الاضطراب، الإنسان لا يشارك في أمثال هذه الفتن وفي أمثال هذه الاضطرابات، لأن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الإيه؟ خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يسعى في هذه الأشياء. ومن تشرف لها تستشرفه، يعني الإنسان الذي يطمع في هذه الأمور ويتشرف لها تأخذه في 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 فتنها واضطراباتها. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وليعوذ بالله سبحانه وتعالى ويعتزل هذه الأمور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. وفي صحيح البخاري أيضا ما رواه عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعنا، دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على، يعني انظر إلى الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أن نسمع وأن نطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأن لا ننازع الأمر يعني السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله، طالما أن هناك حاكم يبقى لا ننازعه في هذا ليه؟ في هذا الأمر، وهو يتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور في الحياة لا تسير وفق هوى حاكم ولا وفق نظريات أمريكية أو نظريات أخرى، وإنما تسير الأمور في الحياة وفق أقدار الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بإيه؟
بقدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن إيه؟ لم يكن ليصيبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه إيه؟ فيه برهان. وفي صحيح البخاري ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بما يكون من الفتن في الحديث الصحيح المشهور. فلما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن، فسيدنا معاذ بن سيدنا حذيفة بن اليمان سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني إن أدركت عصرا فيه الفتن والاضطرابات التي نشاهدها لا، يعني فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، عليك بلزوم الجماعة لا تنشق. الجماعة اللي هو المقصود بعموم عموم الشيء، مش جماعة معينة ولا حركة سياسية معينة. مثلا أحيانا تجد الأحزاب الإسلامية والحركات السياسية تدرس هذه الأحاديث لأبنائها الذين ينشؤون فيها على أنهم هم الجماعة، وأن من خرج عنهم يبقى خرج عن خرج عن الجماعة، طالما أنه خرج مثلا عن حزب معين أو عن حركة إصلاحية معينة يبقى هو كده خرج عن خرج عن الجماعة. ويعني يؤولون الأحاديث ويفسرونها على أساس أنهم هم الجماعة وأن غيرهم هو هو الفاسق وهو البعيد عن عن الإسلام. وإنما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به جماعة جماعة المسلمين، مش جماعة محددة ولا حزب معين. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة بن اليمان لما سأل سيدنا حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في عصر تراكمت فيه الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الإمام هو الحاكم يعني سواء كان رئيس أو ملك أو أمير أو إلى آخره. قال: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اختلطت بقى الأمور ببعضها وأزيح الحاكم وليست هناك جماعة، وهؤلاء عملوا حزب وهؤلاء عملوا حركة وهؤلاء عملوا طيار وهؤلاء انشقوا على كذا وهكذا، ليس لهم جماعة ولا إمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، عليك بليه أنك أنت تعتزل بقى هذه الأمور، فاعتزل تلك الفرق كلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه في إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه، إذ قال له: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ إذا كان في أمراء وملوك وسلاطين بيطالبوا الشعب أنهم بحقوقهم، وفي نفس الوقت ليست هناك أي مساحة من الحقوق وأي مساحة من الحرية للشعب والرعية والأمة، يسألون حقهم ويمنعون حقا، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا عليهم؟ فإنما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. هم حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة، إذا يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى وعدلوا فهنيئا لهم، سيكونون من سيكونون من الأئمة العدول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإمام عادل. إنما إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى يبقى عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم وعليكم ما حملوا، كل واحد يؤدي ما عليه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. تعرف يعني حتى ولو الحاكم دون المستوى، حتى ولو كان يعني إنسان أعجمي، وحتى ولو كان يعني دون المستوى الذي ترغبونه، فعليكم بالسمع عليكم بالسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. الذي يخلع يعني الذي يخرج يعني على الحاكم الشرعي للبلاد، فلقي الله سبحانه وتعالى لا طاعة له. يبقى إذن كثيرة هي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، وكلها كما ذكرنا إما في البخاري وإما في مسلم، وكلها يحث الإنسان على الصبر
والسمع والطاعة والثبات وعدم وعدم الخروج. وإذا كانت هناك فرق يقوم باعتزال هذه الفرق ولا يشارك فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يرون عدم الخروج بالقوة على الحاكم هم الذين عرفوا كما قلنا بأهل الصبر، يقولون بأن الخروج باطل حتى ولو قتل الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلا وقد يكون غير عادل وليس لنا إزالته ولو كان فاسقا. فالأمر بالمعروف لا يكون باليد ولا بسل السيف أصلا، يعني بالخروج عليه، وإنما يكون بالنصح والتوجيه والصبر. وهم يستندون في تبرير عدم الخروج، يعني عدم الخروج على الحاكم وعدم الثورة عليه، إلى الخشية من الفتنة وإراقة الدماء وتفتيت وحدة الأمة. هم يستندون على أدلة من كتاب الله عز وجل وعلى حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لا نقول بقى أنهم فقهاء السلطة وأنهم يسندون الحكام ويدعمونهم، لأن الأحاديث صريحة وواضحة في هذا الأمر. وقيام نظام إسلامي، يقول بأن قيام نظام إسلامي يعبد الله ويخضع الناس فيه لرب العالمين، وإن أصابه ثلما، يعني حتى ولو كان فيه بعض الأمور التي فيها إهدار لبعض حقوق الشعب، خير من الإطاحة به كله من أجل مظلمة فرض أو معصية حاكم. وليس ذلك، وليس هذا الأمر معناه أن نسكت على مظالم الأفراد أو معاصي الحكام، لأن هذا وذاك لهم من الوسائل الأخف كثيرا من الخروج ومن الثورة، والتي لا تصل إلى مرحلة في كل الأحوال لأن الضرورة تقدر بقدرها. فالسلف الصالح لما قالوا عدم الخروج كما قلنا حتى لا تصل البلاد إلى الفوضى وإلى الفتن وإلى الاضطرابات وإلى التحزب، وأن هؤلاء يرون أن هؤلاء يعني لا يسمع لكلامهم، وهؤلاء يرون أن هؤلاء يعني خونة وظالمين لهم، فتدخل البلد في الفوضى والاضطراب والفتن. ولذلك يعني أخذوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه. يبقى إذن كما قلنا الفقهاء لما تحدثوا في موضوع الخروج عن الحاكم والثورة عليه، هناك من قال بعدم الخروج، وهم هؤلاء يعني سموا بأهل الصبر الذين يقومون بالصبر على الحاكم. هناك فريق آخر من الفقهاء بيسمى بالمسالمين، على خلاف المسالمين. المسالمين اللي هم أهل الصبر الذين قالوا بعدم الخروج، خلاف يعني هناك من يخالفهم الرأي، يعني سبحان الله هناك من الناس من يقول لا، طالما أهدرت الكرامة وضيعت الحقوق وهكذا فلا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها حتى ولو كان هذا الأمر بالخروج على الحاكم. فعلى خلاف المسالمين الذين أمروا بالصبر، كان هناك أيضا مجموعة من الفقهاء لا يرضون بالانتظام في قطيع الجماعة، يعني مع عموم الشعب ومع عموم الرعية، طالما أن هناك مظالم ومعاصي للحكام وهناك إهدار للكرامات وضياع للحقوق. فكان هناك من الخارجين على هذا الرأي اللي هو الذي يقول بالصبر، وأوجبوا، قالوا لا، ده الخروج على الحاكم في 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 في, في هذه الحالة واجب، فيش يعني لا نستطيع أن نصبر على إهدار الكرامة وعلى تضييع الحقوق وعلى هذه المعيشة الضنك التي يعيش فيها الكثير من الشعوب. فقال لا، ده يجب الخروج على الحاكم ولو بالقوة لرد عدوانه على الحقوق وعلى الكرامة. ولهم في ذلك أيضا أدلتهم من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعتمدوا، هم أيضا لم يقولوا هذا الأمر بناء على هوى في نفوسهم أو بناء على رأي شخص، وإنما استدلوا على قولهم هذا بوجوب الثورة على الحاكم الظالم ورد عدوانه على الشعب. استدلوا على هذا الأمر بأدلة من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة التي استدلوا بها في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فقالوا بأن الحاكم إذا أسرف وأفسد في الأرض يبقى لا طاعة له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طالما أنه استحوذ على أموال الناس
وضيع حقوقهم وأهدر كرامتهم، وليست هناك حريات وليست هناك ضوابط وليست هناك أحكام شرعية تقام، يبقى في هذه الحالة أصبح مسرفا لا طاعة له ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فطالما أن الحاكم اعتدى على حقوق الشعب وأثم وأسرف، لا, لا, لا تعاون معه ولا نتعاون معه، لأن الله عز وجل قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله سبحانه وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. طالما أنه بغى يعني ظلم وجار، يبقى لابد من قتاله حتى يعود إلى الحق وإلى أحكام الله سبحانه وتعالى. يبقى استدلوا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الخروج على الحاكم طالما أنه ظلم وفسق وأسرف في ضياع حقوق الشعب. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث رواه الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع، الحديث السابقة التي قلناها لما تحدثنا عن الفقهاء والعلماء الذين يقولون بالصبر يعني بعدم الخروج على الحاكم وعدم الثورة عليه، في حديث السمع والطاعة قالوا ها يعني ردوا على حديث السمع والطاعة هذه، مش لم ينكروها لأنها حديث صحيح، وإنما قالوا السمع والطاعة هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بالسمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما إذا أمر الإنسان بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة. إذن قال صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فيما أحب وكره يعني تسمع وتطيع حتى ولو كان هذا الأمر تكرهه، فرضا مثلا أنه دخلت يعني قوات غير إسلامية تحارب دولة مسلمة وأنت تكره أن تنضم إلى الجيش، يبقى لابد من السمع والطاعة حتى ولو تكره هذا الأمر. يبقى السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى إذن موضوع السمع والطاعة مرهون بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان في معصية بلا سمع ولا طاعة. وفي عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليهم أمير واحد من الأنصار يعني من أهل المدينة، وأمرهم يعني أمر من خرج مع هذا الصحابي أن يطيعوه، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليه الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليهم. يعني حدث موقف من المواقف يعني جعله يستشيط غضبا من هؤلاء الذين أرسلهم معه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم باعتباره أمير يعني وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ أنا أميركم وينبغي عليكم أن تطيعوني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أليس قد أمر النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، أمرنا النبي أن نطيعك. قال: عزمت عليكم، يعني أنا أمركم، عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. تجمعوا حطب وتوقدوا نار وتدخلوا في الايه؟ في النار، تدخلون في النار، هكذا هم أحياء. فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، نحن يعني فررنا من الكفر وآمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى نفر من الايه؟ من النار، بل الآن يعني يأمرنا بالدخول فيها. فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار خمدت وسكن غضب الأمير، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا،
إنما الطاعة في المعروف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دخلوها يعني لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني كانوا سيدخلون النار في الدنيا ولو حيموتوا فيها يبقى حيلتحقون بنار الايه بنار الآخرة، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، خلاص يبقى دخلوا كده في الايه في النار. لما ما هو هذا أميره وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى إذن المفترض أن يسمعوا له وأن يطيعوا بناء على حديث السمع والطاعة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا كان ينبغي عليكم أن تطيعوه وأن تفعلوا كذا، لا، وإنما قال يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. لماذا؟ لأن الطاعة لا تكون إلا في الإيه؟ في المعروف، الطاعة تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما إذا أمر الإنسان بمعصية أو أمر بارتكاب أمر من الأمور التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى يبقى إذا لا طاعة في هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء والعلماء الذين قالوا بوجوب الثورة على الحاكم والخروج عليه استدلوا بهذا الأمر، قالوا طالما أنه لم يعمل بالمعروف ولم يحفظ الحقوق وأهدر الكرامات وضيع يعني أمور الشعب، ففي هذه الحالة نثور عليه ونخرج عليه، لأن أحاديث السمع والطاعة لا تكون إلا في الإيه؟ لا تكون إلا في المعروف. يبقى إذن لما تحدثنا عن هذه المسألة اللي هي مسألة الخروج والثورة على الحاكم، وصلنا الآن إلى أن هذه المسألة تنازعها الفقهاء، فمنهم من قال بالصبر بناء على حديث السمع والطاعة، ومنهم من بالصبر يعني نصبر على جوره وحتى لا تعم الفوضى وحتى لا تعم الاضطرابات إلى آخره، ومنهم من قال بالخروج عليه، واستدلوا أيضا بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل الأحاديث استدلوا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك رأي وسط بين الخروج وعدم الخروج، في مجموعة من الفقهاء يعني أخذوا موقفا وسطا، لا قالوا بالصبر يعني على جور الحاكم، ولا قالوا بالإيه بالثورة عليه والخروج عليه، أخذوا رأيا وسطا. وما بين الرأي القائل بوجوب الخروج والقائل بوجوب الصبر وعدم الخروج هناك رأي وسط يرى جواز الخروج. يعني جواز الخروج، نقولنا بأن هناك فريق يمنع وهناك فريق يوجب، اللي هو يوجب هذا بيقول يجب على الإنسان أو يجب على عموم الأمة أو عموم الشعب أن يخرج طالما أنه هدرت كرامته وضيعت حقوقه وأسرف الحاكم في هذه الأشياء، ولا على قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالوجوب معناه أنك أنت لابد وأن تخرج، إنما لما حينما نقول بجواز الخروج، الجواز معناه يقولك جاهز هذا الأمر، يبقى معناه إيه؟ إما أن تفعل وإما إيه؟ وإما أن تترك، يبقى لك حرية الاختيار، بنسميه جواز الأمر، يعني أنت إما أن تفعله وإما أن إيه؟ وإما أن تتركه. فهؤلاء قالوا بجواز الخروج، والجواز يعني الأخذ أو الترك. الجواز يعني لما نقول هذا جائز يعني لك أن تفعله ولك أن إيه؟ أن تتركه. فلا يرتفع الخروج على الثورة على الحاكم إلى مستوى الوجوب، ولا أن يهبط الترك إلى مستوى التحريم، يعني لا يهبط عدم الخروج على الحاكم إلى مستوى أنه حرام، ولا يرتفع إلى مستوى أنه واجب، وإنما يكون في المنطقة الوسط اللي هي موضوع الجواز، إما أن تأخذ به وإما أن تتركه. ويستندون في ذلك لحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا يعني لا يجوز لكم بأي حال من الأحوال أن تخرجوا عليه وأن تثوروا عليه، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفر ظاهر، مسألة من المسائل اللي هي فيها كفر صريح، مش تحتمل أوجه ولا اختلف فيها الفقهاء، إلا أن ترى كفرا بواحا علي عندكم من الله فيه برهان يعني يدل على أن هذا الأمر من الأمور الكفرية. فالإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الأمر أو لهذا الحديث في صحيح مسلم يقول أن معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، لا تنازعون في حكمهم وفي ولايتهم وفي سلطتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم كفرا بواحا يعني محققا تعلمونه من قواعد الإسلام.
معنى عندكم من الله فيه برهان؟ أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. يبقى هذا الأمر أمر إيه؟ أمر غير محتمل التأويل، يعني كفر صريح وكفر إيه؟ وكفر واضح. في هذه الحالة يخرج الشعب وتصور الرعية على إيه؟ على حاكمها، طالما أنه إيه؟ لم يحكم بما قال الله سبحانه وتعالى وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وزاد الأمر أنه أمر بإيه؟ بأمر من الأمور التي فيها كفر وعصيان لله سبحانه وتعالى. وترتيبا على ذلك، ترتيبا على الأمور التي قلناها، فلا بد للتدليل على وقوع الكفر البواح من نص آية تبرهن عليه أو تقديم الدليل الصادق الذي لا يرد، حيث أن النتائج التي تترتب على الخروج خطيرة وذات أثر عميق. عملية الخروج كده والثورة الحاكم مش أمر يسير. طيب ماشي، أسقط الحاكم وما بعد، وما بعد سقوطه تدخل البلاد في فتن وتدخل في اضطرابات، وهؤلاء يخونون هؤلاء وهؤلاء يتهمون هؤلاء وهكذا. فالمسلم حينما ينظر، يعني حينما نجمع هذه الأحاديث التي ذكرناها من قبل، سواء أحاديث أهل الصبر الذين قالوا بالصبر على جور الحاكم، أو أحاديث القائلين بوجوب الخروج عليه والثورة عليه، أو الأحاديث التي استدل بها من قال بالإيه؟ بالجواز، يعني بعدم الأخذ وبالترك، إلا أن ترى كفرا إيه؟ بواحا. فالنظر إلى 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 حجج القائلين بالخروج على الحاكم وإلى حجج القائلين بالصبر عليه يرى أن الأحاديث التي استند إليها كل فريق صحيحة. يعني الأحاديث التي ذكرناها في بداية الدرس كانت كلها إما في البخاري وإما في مسلم، والأحاديث التي استدل بها أهل الصبر الذين قالوا بالصبر على جو الحاكم، والأحاديث التي استدل بها الذين يقولون بوجوب الخروج على الحاكم أيضا أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، والذين قالوا بالجواز يعني بالأخذ والترك أحاديث صحيحة. يبقى إذن هل في تعارض في الأحاديث؟ هل في تضارب بينها؟ ربما يبدو لك الأول وهلا أن هناك تعارض أو تضارب بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن التعارض في حقيقته تعارض ظاهري. أنت بس لو لم تتعمق في المسألة ترى أن فيها إيه؟ تعارض ظاهري من الظاهر ولا مجال فيه للقول بالنسخ، يعني ما فيش مجال نحن نقول لا الأحاديث هذه منسوخة نسخت بأحاديث أخرى، حيث أن من القواعد المقررة في علم الأصول أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها فلا حاجة إلى النسخ ولا يقبل القول به. في حال في علم اسمه علم إيه؟ الجمع بين الأحاديث أو التوفيق بين الإيه؟ بين الأحاديث. وطبعا من المحدثين الذين كتبوا في هذا المجال الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله، له كتاب في اسمه تأويل مشكل للأحاديث، يعني فيها أحاديث بتشكل على الفهم لا يفهمها الإنسان لأول وهلة، فهو بين هذه الأمور. فالشاهد أن الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث التي يبدو تعارضها في من قال بالخروج عن الحاكم والثورة عليه ومنهم من قال لا الإنسان يصبر، فالجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو تعارضها ممكن وواقع، ويبدو ذلك في جعل الأحاديث والنصوص الداعية إلى المسالمة، الإنسان يصبر ويكون مسالم ولا يدعو للخروج على الحاكم والثورة عليه، في حالة ما إذا كان يعني فسقه وعصيانه فيما دون الكفر للبواح. طالما أنه لم يصل إلى مرحلة الكفر البواح يبقى في هذه الحالة إيه؟ نصبر حتى لا تدخل البلاد والعباد فتن وإيه؟ وتشيع الفوضى. قالوا طالما أن الأمر دون الكفر البواح يبقى في هذه الحالة إيه؟ نصبر ولا نخرج عليه ونسمع ونطيع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، مع اصطحاب وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر وتبيين الأمور وكل هذه الأشياء بسلمية وعدم الثورة عليه وعدم الخروج عليه. وفي نفس الوقت جعل أحاديث الخروج على الحاكم في الأحاديث التي قالت بالخروج عليه في حالة نخرج ونثور في حالة الكفر ليه؟ في حالة الكفر البواح، يعني الكفر ليه؟ الظاهر والصريح والواضح الذي لا يحتمل معنيين، كفر إيه؟ كفر بواح يعني كفر صريح، بحيث يصبح الخروج. إذن لما نجمع بين هذه الأحاديث هكذا، لما نجمع بين الأحاديث التي قالت بعدم الخروج على الحاكم وبين الأحاديث التي قالت بالخروج عليه، نقول بأن الأحاديث التي قالت بعدم الخروج
يبقى في حالة ما دون الكفر ليه البواح، أي نعم فيه مشكلات سياسية وفي مشكلات اقتصادية وفي إهدار الحقوق وتضييع للكرامات وفي إسراف في أموال الشعب، لكن هذه الأمور لم تصل إلى الكفر للكفر البواح، فيصبر حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا أراده الله عز وجل. إنما إذا وصل الأمر إلى الكفر البواح في هذه الحالة يبقى لا سمع ولا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى، ونستند على ذلك بالأحاديث التي تقول إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل الفقهاء طبعا بالحديث الذي ذكرناه أنفا على هذا الأمير الذي أمرهم بالدخول في الإيه؟ في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في الإيه؟ إنما الطاعة في المعروف. وعلى ذلك فإن حالة الكفر البواح هي التي يهدر فيها شرع الله سبحانه وتعالى أو ينازعه شرع آخر بجواره، وهو أعلى مراتب العدوان على الشرعية. أما فيما دون ذلك فالحفاظ على الأمة والدولة والأنفس من ضروريات الدين التي يلزم الحفاظ عليها إذا لم يبلغ العدوان حد الكفر للبواح. وعلى هذا يبقى كل من الطريقين مفتوحا يمكن سلوكه إذا أمكن الوصول منه إلى تحقيق غاية الشارع هو الشرع يعني الإسلامي، أو صيانة مصالح الأمة وفقا لمقتضي الحال. يبقى عندنا اختلاف الفقهاء هذا فيه رحمة للأمة، إذا وصل الأمر إلى الكفر البواح مش 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 مش, مش, مش هيجلس بقى الإنسان ويصبر ويسالم طالما أنه اعتدي على شرع الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يخرج ويثور. إنما إذا لم يعتدى على شرع الله سبحانه وتعالى ولم يصل الأمر إلى الكفر البواح ما زال في مرحلة السمع والطاعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. مما لا شك فيه أن الخروج على الحاكم يعني ليس أمرا سهلا، يعني كما رأينا في عديد من الدول وفي عديد من البلدان، لأنه حتى ولو سقط الحاكم بتدخل البلاد فيما بعد في مرحلة اضطراب وفي مرحلة فوضى وفي مرحلة عجوائية خاف منها الفقهاء قديما علماء الفكر السياسي الإسلامي وعلى رسيم الإمام المورد عليه رحمة الله، قالوا يعني حتى لا تدخل البلاد والعباد في فتن واضطرابات يبقى الإنسان يصبر طالما أن الأمر لم يصل إلى حد الكفر البواح. لكن إذا وصل بقى إلى الأمر إلى الكفر البواح في هذه الحالة ينبغي أن يخرج وأن يثار عليه حتى يزال، وبعد ذلك ينصب حاكم جديد. لا تترك الأمور هكذا، وإنما ينبغي، لأن كما أسلفنا في درسنا بالأمس أن موضوع السلطان أو الحاكم أو الإمام لابد وأن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارس هذا الأمر حينما هاجر إلى المدينة النبوية. إنما لا, 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 لا تبقى الأمور هكذا فيها فوضى وفيها عشوية وفيها إيه وفيها اضطرابات. وفي طبعا أدوات تكلم عنها فقهاء الإسلام اللي بيسموها أدوات إسناد السلطة إلى الحاكم، كيف نسند إليه للسلطة، هل عن طريق البيعة، هل عن طريق إن الحاكم الذي سبق يعين حاكما آخر، يعني وكل هذه الأمور فيها سعة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أن يصلوا وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونحن قريبا تحدثنا عن هذا الأمر لما تحدثنا عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فكان هذا دلالة على أن من صلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع كل هذه الدلائل اختلف الصحابة، شوفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة فيما بينهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكادت الفتن أن تقع وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ما سمي في التاريخ الإسلامي بيوم السقيفة أن الأنصار أرادوا أن يكون منهم خليفة، وأن المهاجرين أرادوا أن يكون منهم إيه خليفة، حتى يعني تدارك الأمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقام بمبايعة سيدنا أبو بكر الصديق، فبايعه معظم الإيه الصحابة. وبعد أن وفي أواخر حياة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى سيدنا إيه إلى سيدنا عمر، يعني هو الذي عهد بها إلى 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 واحد من الصحابة، ثم بايعوا لما مات سيدنا أبو بكر بايع الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر ما لم يعمل هذا، يعني لم يقم
بتعيين واحد واحد محدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفة له، وإنما ترك الأمر إيه شورى بين الصحابة في ستة منهم، يعني عين أسماء ستة من الأئمة الصحابة يتم اختيار واحد إيه يتم اختيار واحد منهم، يعني ترك الأمر على الإيه على يعني بناء على آراء الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم وأن يختار. هذا بيسمى برأي أهل الحل والعقد، إن مش كل الناس يفهمون في هذه الأمور. ما 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 أنت من الممكن أن كنت تسير وراء إنسان ما وترتضيه لك حاكما، وبعد ذلك يتبين لك أنه عميل وأنه خائن، مع ليست عندك الدراية بهذه، أنت رجل ليست عندك الخبرة الكافية ولا تحيط بكل شيء علما حتى تعلم السر وأخفى، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي إيه وما تخفي الصدور. فسيدنا عمر بن الخطاب غير المسألة، لم يعهد إلى واحد ما بعده، وإنما ترك الأمر شورى في ستة، منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومنهم سيدنا عثمان بن عفان، إلى ومنهم سيدنا سعد بن وقاص، وتم في 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 آخر الأمر إلى سيدنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل أصبح لم يعهد بهذا الأمر إلى واحد يعني بعده، ولم يكن له واليا ولا نائبا له. فالصحابة في 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 هذه المسألة يعني اختلفوا بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه، أمور حياة حتى ولو كانوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما كثر الاختلاف بين الصحابة وبايع معظم الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه، مش الكل كان راضيا بولاية سيدنا علي، يعني مش كل الصحابة رضوا بولاية سيدنا علي رضي الله عنه، ولم يكن هناك إجماع بين الصحابة على إمامة سيدنا علي للمسلمين وعلى خلافات المسلمين بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه. يبقى إذن الأمر مثار إيه؟ مثار خلاف. ولو لم تحسن الأمور كما حسن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم السقيفة تحدث فتن وتحدث الاضطرابات، وهذا ما تعيشه كثير من البلدان الإسلامية في هذه الأونة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بلادا سالمة غنمة، وأن يجعل بلادنا دائما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحكم في بلاد المسلمين من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى في الرعية، ويتقي الله سبحانه وتعالى في شعبه، حتى يكون من الأئمة العدول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل. هنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاطلا عن العمل إلا ويسرت له عملا حلالا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرت بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.